ليش ما تصير مثل ولد جيراننا خالد؟ قال أبو محمد هالكلمة لولده وهو ما يعرف من قصة خالد إلا أنه تخرج من الجامعة وصار مهندس. جاء خالد للدنيا من بعد طفلين بنت وولد هادين ولطيفين، فرحت العائلة بمولودها الجديد إلى أن جات اللحظة اللي مشى فيها، وهنا بدت الأحداث. كان الابن المشاكس عكس إخوانه، يكبر وتكبر معاه الأشياء اللي يخربها، وما كان أهله يعرفون مشكلته، عشان كذا ما كانوا يبحثون عن الحل في المكان الصح. يتخيل نفسه سوبرمان ويتصرف بدون تفكير، يجري ويقفز من أي مكان بدون تردد، حتى السيارة يفضل الطلوع عليها من الركوب فيها، والنهاية معروفة. ما يعرف يلعب مع اللي حواليه، ولما يسيطر على اللعبة ما عنده بال يركز فيها، يزهق منها بسرعة ويتركها. كانت جدته تدافع عنه، وتتذكر طفولة أبوه كيف كان متعبهم، وفعليا أغلب الحالات اللي مثله تكون وراثية. دخل المدرسة، وبما أننا دخلنا الفصل لازم نتكلم بالأرقام. 56% من الطلاب اللي بحالة خالد يحتاجون مدرس خصوصي، 30% منهم يرسبون ويعيدون السنة، وهذا اللي صار. احتمالية أنه يدخن في سن المراهقة أكثر من الضعف للمعدل الطبيعي. 21% من اللي عندهم هذا الاضطراب يتجاوزون القوانين، مقابل 1% فقط من الآخرين. أما المخدرات فاحتمالية الإدمان عليها 17%. الحمد لله خالد ما كان منهم. بعد ما استلم رخصة القيادة ما كان خالد ولا أهله يعرفون أنه معرض للحوادث أكثر من غيره بثلاث أضعاف. لحسن الحظ قبل ما يصير أي حادث بو خالد عرضه على مختص، وكانت النتيجة خالد عنده ADHD، اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه. وقبل ما يتخرج خالد من الجامعة ويصير مهندس مر بتحديات كثير تجاوزها، شارك في العديد من جلسات الدعم، واستمر على توصيات الطبيب، وحقق الكثير من طموحاته ويطمح للمزيد. الخبر الجيد أن معظم المشخصين بهذا الاضطراب ممكن يتغلبون عليه، وما تدري لو سيطر أبو خالد من بدري على المشكلة يمكن يصير عند ولده خلايا من مخ أينشتاين، سحابة من خيالات أغاثا كريستي، أسطورة من كراتين والت ديزني، اختراع من مصابيح أديسون. وفي الأخير ما يحتاج يمر شخص تحبه بكل هذه المخاطر، والحل ممكن يكون أسهل مما تتخيل. قد يكون الحل موجود في زيارة جهة مختصة. المعرفة بداية الحل.